الغنام قد استخبر بيد غصان من تحت بنت البهجان من حبها سكن البهجان البليدة علي الدرجان في بلدي نوم العيان يا عروس التكبتيجان من خضراء وتبهجان من خضراء وتبهجان من طارق العقول اخوان بليدة يا سكنان واضح عنكم بنتي قصير بباقي الزين طاير ونورك صاير ضاير ياسمين في اللب نعمة وجيدة يا سكنان باب الرحمة بيك رحم هنا سهلة يا فلان باب الست وباب القبور تسقي يعقوب نمشي نزور باب الخوي خارج الربور على صحابي والسكان في البيوت وفي منصة الدوت يا حصرات نسنا بخبوت سكسيك ويخليك مبهوت في صنع دوك الفنان وليدا يا سكنا ربيعة انتبات والسريعة واحد القصة مدة كنت في باب الزاوية عند حميمة كنت عارفو اللي لا يعرفو عنه هو رومان حسين بابو رومان حسين مدة مدة الأسرار خويا عندنا علينا الله يكون في دار الحق جاز بالموبيلات ثم اللي عرفتو عرفتو نعرفو بصح عمري ما قرتو جاز حسين هذا هو رشيد الرحمن بسم الله بس مع تمالي عرفت الراشد عرفت فوق الموبيل فهمت مني فنان إذا شكرا للفنان القدير عبد المجيد مسعود وردة من مدينة الورود إذا تحية أخرى للفنان إذا سهرتنا لا تزال متواصلة ومع فنان جاءنا من العاصمة وليد القصبة وغنى على القصبة قصبة وفنا ولادها الفنان القدير عبد القادر الشاعون تحية له الذين شاركونا في هذه الأمسية والجمهور الذي شارك بتضامنه وبقلبه أيضا لا نزال في جو الموسيقى ما هو الآخر سوف نرحل معه بوصلات شيقة بدون إطالة جمهورنا الكريم والعريض كمال بوديب هدايا من غدا تقضي بيوم
ليك تبغى استنى دقيقة استنى كتير بس حبنا زالا مشيخ والبودة والحلم دوي من ورد سيلا فامي دادي دايدي دايدي والله اه دايدي وكيف باش نعملوا واحد الكلمة عنده غور مريض وحشني هيك هذه يا شيخ يا بيبي الله مليون خليها تحدد هذه هذا سمع أشهر سمع المحرومين احنا كلنا محرومين كلهم خليها تحدد هذه سيوان أذكر الشيخ عبد الكريم دايدي أقول له عيشة من دايدي عيشة من دايدي السلام عليكم إن شاء الله دمتم أوفياء لنا طابت ليلتكم إلى اللقاء.